عم يطلعني ترى ما خليك تصور. أنا ساعد وليد العشار أياد العزاوي، يعني صار لي تقريبا 26 سنة بالخدمة، أعمل كساعد بريد وأعمل بكل جهد وأخلاص في توصيل الرسائل إلى أصحابها سواء في الدوائر الحكومية أو الأماكن الأخرى، يعني كالمحلات أو الشركات أو الشركات الأهلية أو المصارف الأهلية، كذلك يعني للدكاترة بكل مكان. يعني عملنا عمل دؤوب وممتاز يعني، وأحيانا البريد يبقى مثلا عندي العصر لسبب عدم يعني توزيعه الصبح لأسباب خارجة عن إرادة المواطن، فنضطر يعني أن أقوم بتوزيع العصر أو بالليل. فيعني تقريبا أنا أكثر من أقضي وقتي يعني في العمل، احيانا في الصباح وكذلك خارج نطاق العمل في المساء. والحمد لله والشكر يعني احنا وصلنا لاماكن هواي يعني كثيره بالبصره ومن خلال عملنا، واحيانا اذا ما يكون عندي بريد يعني اقوم بالتجوال يعني في الاماكن الترفيهيه او التجول في البصره يعني لغرض التسوق للعائله، يعني لغرض العشاء او الغداء. والحمد لله والشكر يعني الله سبحانه وتعالى موفقنا بعملنا 26 سنة من أول ما حطت قدماي بهذا البريد، بريد العشار المركزي، ولغاية هذا اليوم. يعني أنا أعمل بجد وإخلاص وفي أي وقت، يعني أنا أعتبر نفسي ليس موظف في دائرة البريد وإنما مقاتل، مقاتل أعمل من أجل الناس ومن أجل محبتي لوطني ومحبتي للبصرة ومحبتي لعملي. والحمد لله والشكر يعني الله سبحانه وتعالى نعطيني موهبة على هذا العمل، والخبرة وخبرة السنين يعني تكللت كلها بالنجاح، وعملي دؤوب جدا جدا. يعني بعض الناس يصورون انه يعني ان مهنة ساعي البريد هي مهنة فقط للتسلية وقيادة الدراجة وتوزيع الرسائل فقط، لكن هي نفس الوقت هي متعبة، متعبة جدا، لأنه العمل دقيق ويحتاج إلى راحة. لكن أنا الحمد لله والشكر تجاوزت كل هذه الراحة. يعني يمكن أنا أشوف عائلتي، أشوف عملي في الشارع بالبصرة أكثر من ما أشوف عائلتي بالبيت يعني. ومع كل هذا أقول الحمد لله والشكر إن الله سبحانه وتعالى موفقني على هذه المهنة وهذه المهمة الصعبة، يعني صعبة جدا، لكن بجهودنا وبإخلاصنا بالعمل قدرنا أن يعني نتجاوز كل المصاعب اللي تحيط بنا يعني. والحمد لله والشكر على كل شيء. أثناء العمل يعني خلال هالمدة كلها يعني كثير من المواقف اللي يعني مرينا بها من خلال توزيعنا للرسائل. فتوزيع الرسائل ليس أيضا بالأمر السهل يعني، زين، ربما تكون في بعض العرقلات أو بعض الطرائف يعني. وما شاء الله يعني أنا خلال مدة عملي خلال 26 سنة واجهت الكثير من الطرائف والمصاعب في العمل، ولكن مع كل هذا لأنه قلب يعني قلبنا واسع نتحمل كل شيء. يعني في أحد الأيام اتصلت بإحدى السيدات وهي كبيرة في السن، يعني قلت لها أنا عندي لك رسالة من السويد. فهي تقول لي أنت منو، أبو تحسين؟ قلت لها لا أخوي أنا مو أبو تحسين، أنا ساعي البريد. كان قال لي زين لعد شلون والكمية؟
مين يجيبها لنا بعد؟ قلت له اخوي يا كميه، انا ما قلت لك يعني اوزع كميه او مسؤول على الكميه، انا رجال ساعه بريد وعندي لك رساله من السويد، فاضطريت على الواتساب اراسلها، فدزيت لها صوره وكتبت لها انه هذا الزي مالتي وهذا انا، هاي صورتي انا ساعه بريد العشار. فشافتني كانت تقول لي حجي شلون ابو تحسين شلون لعد انت رح الشرطي بعد يا يجيب لنا الكميه يا يوزع لنا الحصه التموينيه. فحاولت وياها قدر المستطاع اكثر من مره الى ان قلت لها بعدين انطيني واحد من اولادك خلنا اتكلم وياه بخصوص رسالتك حتى لا يعني نظل بموقف صعب وياك. فحصلت على ابنها فحكيت وياها قلت له اخويا هاي رساله لوالدتك جايه من السويد، فانت يعني تقول لي انت ابو تحسين ابو الكميه، فحاول يعني تقنعوها على مود حتى اجي اوصل لكم الرساله وهاي. فانطاني العنوان وش اسمه والحمد لله والشكر انه رحت له وجبت له الرساله، وبقت شغله ابو تحسين يعني شغله من الطرائف ولا تزال عالقه في ذهني الى هذا اليوم يعني. اتصلت بحجي نبيل وخبرته على انه عنده بريد جاي من امريكا، فتواعدنا هنا جوا يم مطعم السوري وسلمت البريد والحمد لله والشكر انه البريد استلمه وراح يروح بالسلام ان شاء الله. طبعا يمكن هسه واحد من يشوفني يستغرب انه يقول اكو بريد ورقي او يعني مساله التطور ماكو رساله، لا انا بريد استلم دائما يجيني من الخارج الاخ الحاج ابو منتظر بين فتره وفتره يتصل علي ويجيب لي انا بيتنا بشط العرب ويستلم منه البريد، واليوم تواعدنا هنا لان كنت عابر بهاي الجهه وسلمني الرساله من الولايات المتحده وانا ممنون منه. العمل بالبريد هو عمل يعني ممتاز وعمل جيد وهي فرصة لكل إنسان يعني يحب أن يحقق أمنياته أن يكون ساعي بريد وأن تكون لديه خبرة، يعني مو كل إنسان يقدر يستطيع أن يكون ساعي بريد إلا أن يكون لديه خبرة يعني
في مجال عمله زين ويكون يعني ناجح بعمله. فأنا قبل لا أدخل إلى سلك البريد يعني كنت من هواة المراسلة، يعني كنت أراسل بالثمانينات وفي التسعينات، وكانت عندي أصدقاء يعني كثير من كافة الدول العربية والدول الأجنبية. فمن هذا المنطلق يعني كنت دائما أجي للبريد، ودائما كنت يعني أكتب الرسائل وأجي أخذ البريد اللي كان عندي صندوق بريد ببريد العشار. فشفت العمل بالبريد يعني عمل جيد وضروري يعني. فلما يعني سنحت لي الفرصة أن أكون موظف ببريد العشار في عام 1996، يعني الحمد لله والشكر أنه أنا قدرت أن أجتاز الاختبار بسرعة كعملي كساعي بريد. ولما كان الاختبار يعني كان الاختبار جيد جدا. فأول يوم اللي دخلت به البريد وقالوا لي يابا لازم تاخذ هذه الرسائل توزعهن، وراح يطلع وياك احد الموزعين القدامى اللي الله يذكره بالخير. ولما طلع وياي رحنا نوزع بمنطقه البصره، يعني بالسيمر وبالبصره وبالتحسينيه وبالجزائر بهالاماكن الهذ. فهو اندهش يعني لما شافني انا يعني اوزع هذه الرسائل واندل هذه العناوين، بالوقت اللي هو ايضا يعني بعض الرسائل هو ما يندل هاي العناوين مالته، وانا ما كنت الساعي بريد، لكن بنفس الوقت قدرت بكل سهوله ان يعني اجتاز هذه المهنه وان اوزع الرسائل جميعها وبالوصولات، وخاصه الرسائل المسجله والرسائل العاديه. ولما رجعنا يوم ثاني للبريد يعني قال للمسؤول، قال لهم هذا ساعي البريد اللي اتنبأ له يعني مستقبل زاهر، وان يكون يعني من أفضل ساعات البريد في العراق بالمستقبل. يعني هذا حدث قبل 20 أو 5 يعني قبل 26 أو 28 سنة، والحمد لله والشكر يعني من ذاك اليوم إلى هذا اليوم يعني أنا خبرتي وخبرة السنين بالعمل يعني تجاوزتها، وأصبحت المهنة عندي سهلة جدا رغم كل المصاعب. يعني ماكو شيء يجي العمل يعني بالسهولة أو بال يعني الطريق يكون يعني معبد بالورود، بالعكس يعني عمل ساعي البريد عمل شاق زين وعمل جاد وعمل بنفس الوقت هو عمل مخلص وعمل إنساني لإيصال رسائل المحبة والسلام إلى كل الناس بالبصرة. والحمد لله والشكر يعني أنا خلال هالمدة كلها البصرة تعرفني بأنه أنا من تراث وحضارة مدينة البصرة، البصرة الفيحاء، من خلال عملي كساعي بريد، والناس دائما تحييني بالشارع اينما يعني يجدوني يحيون ساعي البريد ويحاولون دائما التقاط وياي بعض الصور التذكاريه. هذا البريد المسجل، احنا بالعشار 3 ساعات بريد موجودين حاليا. فهذه الخانة مالتي، وهي خانة محمد عدنان، وهي عبد الله فاضل. هذا للاتصالات مال البصرة اذا يجيهم بريد. وهاي عندنا هنا اذا عندنا بريد يريد يروح للبغداد او المحافظات، هاي عندنا بغداد محلي، وعندنا ديقار وواسط والسماوة وبابل والديوانية وميسان، والبقية بقية المحافظات هو يكون على بريد بغداد يعني يروح. وضاف إلى عندنا المهملات، يعني خاف رسالة مهملة تجي ما شاف، هذا عندنا المهملات. وعندنا أيضا هنا البريد الجوي اللي يروح للخارج، وعندنا بريد جوي معاد أيضا إذا ما معروف عنوانه او غير واضح ايضا نرجعه لبغداد ويروح ياخذ شو اسمه. زين فهذا عندنا بريد يروح، هذا يروح لبغداد مسجل، هاي الهولندا، وهاي عندنا رساله
البغداد ايضا هسه راح يرتبوها. زين هاي الخانه مالتي، البريد اللي عندي اليوم هو يعني اربع رسائل، هيئه النزاهه ومستشفى الموسوي، وهاي ثانويه الكندي، وهنا عندي مدخل الجود. اثنين عناوين واضحه يعني دائما اودي لهم، واثنين عناوين جدد، فاحاول قدر المستطاع ان يعني اسال عليهم اشوف وين موقعهم بالضبط حتى نسلمهم البريد، وفي حال عدم العثور على العنوان هذا نعيد المصدره لعدم كفايه يعني العنوان يكون غير واضح او غير معروف يعني شو اسمه. نواجه الكثير من الصعوبات في العمل، منها عدم توفير الدراجات الهوائيه، يعني العفو الدراجات البخاريه، يعني صار لنا تقريبا 26 سنه ناشد ونطالب بالدراجات، وخطوره الشارع يعني احنا معرضين للشارع وبخطورته يعني كل يوم. يعني هسه انا هاي الدراجه مالتي خاصه بي، هاي الوزوازه دراجه خاصه بي، يعني اكثر من مقابله ويا قنوات صح فضائيه اخرى يعني طرقت هذا الموضوع، قلت لهم يابا انا ساع البريد وهاي الدراجه مالتي والبنزين والتصليع على حسابي وخطوره الشارع ايضا. زين مع كل هذا انا لازلت اطالب حتى اخر يوم من 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 عمري، يعني اطالب وزاره الاتصالات، اطالب الشركه العامه للبريد في بغداد ان تجي تزور البصره، ان تشوف احتياجات ساع البريد، ان تشوف احتياجات قسم البريد بالكامل. يعني زين يعني ظروفنا صعبه جدا، يعني احنا ما جاي نحصل من الدائره فقط بس الراتب، وهذا عملنا وتعبنا وجهدنا لوجه الله، يعني احنا كموظفين نتقبل هذا الامر، لكن ايضا مثل ما عندنا واجبات نحتاج الى حقوق، لكن مع الاسف حقوقنا مسلوبه، وطلبنا هواي من المسؤولين ببغداد وبالبصره، ويعني عجزنا من الطلبات، يعني مع الاسف الكل تجاهلنا. يعني وانا املي كبير يعني بوزير الاتصالات، واملي كبير بمدير عام شركه البريد ببغداد بانه لا ينسوا ساع البريد الذي خدمه كل هذه السنين وقضى عمره من اجل ان يخدم هذا الوطن وهذا البلد وهذا البريد، ان يكرموني تكريم يعني يليق بسمعتي، لانه لم يبق لي سوى سنه واحده على احالتي للتقاعد، فارجو ان لا اشعر بالغبن والظلم. يعني وانا يعني املي بالمسؤولين املي كبير ان شاء الله. احيانا يوم يعني من الايام كنت على بايسكل، يعني هاي الدراجه الهوائيه، فصادفني كان الجو يعني هواء بالصيف، فطارت يعني تقريبا بعض الرسائل من السله مال البايسكل مالتي، فراحت يم كلب، يعني الكلب ساكن قاعد بالقاع، فجيت انزل اخذ الرساله فهذا الكلب ركض وراه، يعني واضطريت انتظر الى ان اجى شخص يعرفه فوخره وخلى الرساله ارجعها لي، يعني هذه رساله مهمه جدا، فما فاضي موقف يعني طريف بش اسمه. اما المواقف الحزينه فلا، الحمد لله والشكر ماكو مواقف حزينه، كل مواقفنا يعني هي بطوليه بالنسبه لنا، يعني احنا نعتبر نفسنا يعني جنود اوفياء لهذا الوطن، نعمل بما يرضي الله وما عندنا اي تقصير يعني. اي فاحنا بعد انتهاء الدوام يعني لانه لما نطلع الصبح للدوام فيكون عندنا جهد استثنائي وتعب، فلما نرجع للبيت يعني بعد يعني اخذ الراحه مثلا وجبه الغذاء وبعدين اخذ راحه فتره نوم ساعه ساعتين هاي، واذا كان عندي بريد فاقوم يعني العصر بتوزيع اقوم توزيع الرسائل العصر او المغرب، يعني اتصل باصحابه، فاكثر الرسائل اللي يعني الله سبحانه وتعالى انه ناطيني موهبه انه اعرف كثير من
يعني من الشركات، من الدكاترة، من العناوين الأخرى يعني هاي، واللي رسالة بها رقم نقال فهذه سهلة جدا يعني، نتصل به ونحدد موعد يعني يجي يستلمها من عندي. والله أنا ضمن يعني المنطقة اللي أوزع بها هي البصرة القديمة وبريها والمناوي والتحسينية والقبلة، يعني هاي المناطق اللي قريبة علي. أما بعض المناطق فمناطق هواي يعني مثل رايح لها رسائل خاصة موصين عليها، مثل بالجبيلة، بالأمن الداخلي، بأماكن هواي يعني بالبصرة بالجمهورية، فدائما يعني أروح لهش أماكن، خاصة إذا كانت الرسالة يعني صاحبتها امرأة يعني، فصعبة مثلا نتواعد بمكان تجي لي مثلا وهاي، لأنه أحيانا ما تكون عندها وسيلة نقل تجي لي بها، فاضطر يعني أنا أنه أروح للمكان اللي شو اسمه، فهذا يكلفني ايضا جهد يعني استثنائي ثاني بعد الدوام الصبح. زين، وبما انه انا يعني رب عائله يعني صاحب عائله، فالعائله ايضا تحتاجني بشراء الاحتياجات والمستلزمات يعني من الفاكهه والخضار والامور الاخرى يعني شو اسمه، فيكون وقتي يعني ثمين جدا جدا يعني. أثناء توزيعي للبريد يعني أحيانا العصر يكون عندي توزيع يعني بعض رسائل أو رسالتين، ولما أنتهي من عدهن يعني الحمد لله والشكر وأوزعهن، أقوم يعني بشراء مثلا الفاكهة والخضار أو أشياء أخرى يعني للعشاء لعائلتي، وهذا يعني الروتين يومي يعني يوميا نفس الحال نقوم به يعني، أنه بعد ما اليوم اللي ما عندي رسائل لا اتجه رأسة مثلا للسوق، فشوف شنو اللي يحتاجون العائلة بالبيت من مسواق وهاي اوفرها لهم، وهذا الحالة يعني مستمرة والحمد لله والشكر على كل شيء يعني.